سأوقعها أرضاً. يا جناحي! هدايا. لأنني لا أريد ذلك. تعالي وخذيها إن استطعتي. هاي! إنها لي أيتها الحمقاء. لا 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 لا! يا صديقي، أحتاج لوزن إضافي لإنزالها. قفزة القط الخارقة. ها؟ القط المزعج مجددا؟ لنرى إن كانت القطط تحط على أقدامها. جناحي! جيد، حسناً، سأربط الحبل بالمختبر ثم ستستخدم قوتك لإيقافه. أجل، لكن... ثم سنسيطر على آلة الجليد. انطلق هيا! هيل، أتظن أنك ستتغلب على عبقري مثلي أيها الأحمق؟ مستعدان لتسديد كرات الثلج؟ أوه، هي، قد تنجح خطة الزاحف. هيا لنحطم بعض الجليد. هؤلاء الحمقى يحطمون أفوانيتي الجميلة. لم يبقى أمامي سوى طريق واحد. والآن سأري روميو كيف هي الحركة فوق الجليد. القطة الخارقة. حسناً، أيتها العثث، لديك فرصة أخيرة. تخلصي من المقنعين الصغار. وقفي، ابتعدي. إنها مشغولة الآن. أظن أنه لا يمكنك إيقافي لونا. بالطبع يمكنني بمساعدة أعواني الجدد. أين تذهبين؟ نالي منه أيتها الفراشات، وإلا فستبقين عالقة بمغناطيس لونا للأبد. ليس كأنك تطلقين الأسود والنمور علي. الفتى القط سيمسك بالفراشات. لا 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 لا! لن تذهبي لأي مكان. لا!
إلى ما تشيرين؟ لا! هل أوقعتني الفراشات على ذيلي؟ نلت منك أيها الفتى القط، أترين يا عديمة الفائدة؟ هكذا تتم الأمور. لكنني كنت أحاول إنقاذها. ربما غضبت لأنك وضعتها في الصندوق. لا أحد يحب أن يدفع. أنت أحببت؟ أنت محقة، تصرفت بخشونة معها، وعندما عاملتني بالمثل لم يعجبني هذا. أترون هذا؟ أترون أيها المقنعون الصغار؟ ستبقى هذه الفراشات الضعيفة معي وستكون بأمري. انخفضا، السفارة معها. أثاث، انقسمي نصفين. مستعدة؟ اجهزي. أثاث، التشكيل الأول. أسرع، لا أريد أي فاشلين هنا. ستكون جميع الدمى في متجر الدمى لي قريبا. حسناً، الفريق الذي يحضر أكبر دمية هو الفائز. أولاً، الفريق الأول. أحسنتم يا أعوان السارقين، لكن هل ستجعلونهم يفوزون عليكم؟ غير معقول، لن نسمح لها ولا لعثتها أن يأخذوا الدمى. إن استعدنا تلك الصفارة سوف يختلط الأمر عليها، وحينها لن يعرف أي فريق عليه سرقة الدمية التالية. من يتسلل نحو لونا ويأخذ الصفارة سيكون الفائز. مهلا، هذه ليست الخطة، لما نحاول التغلب على بعضنا؟ لا فائدة من هذا، سأفوز باستخدام تخفي الزاحف الخارق. يمكنني التفوق عليك بسهولة. ماذا؟ لنرى ذلك إذن. لا تتفاجأ حين أفوز. ولكن تذكر ما هو المهم، إيقاف الفتاة لونا. تخفي الزحف الخارق. من يدغدغني؟ توقف، يكفي. صفارتي. أنا رأيت الصفارة أولاً، أنا الفائز. أنا لمستها، أنا الفائزة. لا، بل أنا. أيها المقنعان، لا يمكنكما إيقافي أنا والعثاث. لو حلونا. إنها خدعة بالطبع. روميو، أنت عبقري جداً. عجباً أيها الزاحف، فقدان مهارتك ليس من عادتك. مهلاً، أتحاول التملص من إلقاء القصيدة؟ تعال لنعثر على روميو. أنا أحب هذا الزاحف الفاشل. روميو هو الأول. أتفق معك، هو أعظم مخترع على الإطلاق. أنا كذلك، وهو رائع أيضاً. أيها الزاحف، يعجبني ما تقول. من الذي يجعل العالم مكاناً أفضل؟ روميو. من صاحب أجمل وجه؟ روميو. كن مطمئناً، سوف نجعله يسكت. لدي خطة، سأقفز في الهواء وأنتما قما بحمايتي. مفهوم. من الذي لا يهزم؟ روميو. من صاحب أجمل قدمين؟ روميو. هذا أسوأ من إلقاء قصيدة في المدرسة، صحيح؟ انظروا ماذا أحضر لنا القط. توقف أيها القط المجنون. والآن سأهبط. أيها السقيف، ستحطم مركبتك إلا إن كانت خدعة أخرى، وهي كذلك. لا تقلق، أنا بخير. ها، لقد سئمت من امتلاك صوت مقنع واحد، حان الوقت لأحصل على الثلاثة. لا، أنا أفقد صوتي. سلب صوتي. إذا
أخبرنا. حسناً، لما لا تقم بتشتيته؟ اختفي وتسلل فوقه وأنا سأنقض عليه. لا أحتمل رؤيته يستخدم سيف المعلم. سرقه. صحيح، لكن هذا القط لن تكون ماهراً كالمعلم فانج يا هذا. أعد ذلك السيف حالاً. أوه، وقت العرض. ماذا سنفعل؟ أسرع لنساعد. قفزة القط الخارقة. يبدو أنه حان وقت قيلولة المقنعين الأطفال. لا، الغضب لن يفيدنا في شيء. أجل، حافظ على هدوءك كالمعلم فانج. كفى عن قول ذلك، سأغضب إن أردت ذلك. توليا أمر محاربي النينجا بينما أستعيد السيف. نينجا الليل. ماذا؟ لا أصدق أنه غضب منا. لن تتفوق على المعلم فانج أبدا. أوه حقا؟ أيستطيع المعلم فانج فعل هذا؟ لا. أعدنا. احذف ذلك المقطع على الفور. لا تلمس، إنه لي. أنا متأكد من أن الفتى القط في طريقه إلى هنا، لذا ابقيا متيقظين. انظري، لقد أخذوا سيارة القط الخاصة. ماذا فعلوا به؟ كان يجب أن يدعنا نساعده حتى من دون قوانا. لكننا محبوسان. أعطيني دبوس شارك لأفتح القضيب. لنفك هذا. هاي، ماذا تفعلان؟ أحاول فك القضيب لنخرج. لا تحاولا الهرب، بدون قواكما أنتما بأمان هنا. لكننا كدنا نخرج، بقي برغي واحد. ولم نحتاج لقوانا لفعل ذلك. لا، مهلا، سأستعيد منامتيكما. الفتى القط، أمسكي به أيتها البومة. أيها الفتى القط، جعلته يكشفنا. اطمئنا، سأبعد الآليين عنكما. قفزة القط الخارقة. ما زلت أملك هذه. استعمل تخفي الزاحف. ظننت أنني فقدت هذه. من الرائع أنك وجدت ما أحتاج إليه أيها الفتى القط. بما أنني وجدت القطعة المفقودة، يمكنني تفعيل الفتى القط الآلي. الآن لا يمكن لشيء إيقافي. انتهى أمر المقنعين، انتهى. يجب أن أفعل شيئا. حررنا فورا حتى نساعدك. ستحتاجان إلى قواكما، سأحضر منامتيكما. بعد أن أضغط على هذا الزر سيكون الرجل الآلي جاهزا. ليس بهذه السرعة. ماذا؟ كما تشاء أيها المقنع. ما الذي فعلته؟ القط الآلي، لقد تم تفعيله الآن. لا، ليس ثلاثة. تمثال القمر هذا ممتاز. لماذا لم تحضريه لي أيتها العثاث؟ سأخذه معي وسأجعلك تعيدين جمع تلك الأشياء الرديئة. هل سمعتي؟ ستعيد الأشياء إذا حصلت عليها. رائع، كان عليك أن تعطيها لأحد بأي حال. أجل، وهذا سيشعرك بإحساس رائع. لا شيء أفضل. إنها ما يحتاج إليه عرين لونا الجديد. إنها مدهشة، إنها جميلة، إنها... ماذا؟ إنها بومة الاحتفاظ بالفعل. بسبب هذا سأحتفظ بكل شيء سرقته وسأخذ المزيد، سترون. لقد حصلت عليها، مرحبا. علينا إيقاف الفتاة لونا. سنفعل، لا مشكلة. أينما تذهب لونا سوف نتبعها. هيا، تتجه نحو المتحف. أيها المقنعون، لنتحرك. لا
شيء من هذه الأشياء رائع كروعة تمثال القمر. استمري بالبحث أيتها العثاث. ألا يمكنك إعطاؤها ما تريده؟ لا، بومة العطاء ملكي أنا. حسناً، لنجرب هذا إذن. سرعة القط الخارقة. هيا أيتها العثاث، نحن لا نملك اليوم. ماذا؟ هاي، ماذا يحدث؟ إن الأبواب كلها مغلقة لونا. احتجزناكي. مستحيل، لوحة لونا. لا، لحظة، انتظراني. ما الذي يجري؟ شكراً. قولوا وداعاً. محاربي النينجا، انتبهوا إلى قالب الحلوى خاصتي. كم هذا مؤسف يا مفسدي المرح. هذا القالب لي. إلى اللقاء. لا، انتظر. ماذا تريد الآن؟ لنلعب لعبة أخرى. أم أنك تخاف الهزيمة؟ أخاف؟ سنلعب لعبة الكراسي الموسيقية وسيحظى الفائز بي. روعة، بالونات المعلم فانغ. سأخرج من الجولة الأولى، وبعد ذلك سأستعيد قالب الحلوى. عليكما إبقاء نينجا الليل منشغلاً، لذا يجب ألا تفوزا. بالونات، اتفقنا أيها البطل القط. حسناً. حسناً، حالما تتوقف الموسيقى ينبغي على الجميع الجلوس. إن وجدوا كرسياً. موسيقى. تم إقصاؤك أيها الفاشل. هذا لا يصدق. يا لحظي العاثر. أنت لن تهزم نينجا الليل. خطة الزاحف الخارقة. لنتابع اللعب. آسف، هذا المقعد محجوز. وداعا أيتها الحمقاء، تم إقصاؤك. أوه، لا أصدق، أنت بريع جدا في اللعب. حتما سيكون دمية رائعة. ستوقظه، لنوقفها. لا ترمي بالدمى على الأرض. انظرا كم هي رائعة. نعم أيتها الدمى، ارقصي قليلا ثم لوحي لصديقاي. لا توقظي شخصا يسير أثناء النوم. ربما لن أوقظه، لكنني سألعب معه. تعال إلى الفتاة لونا أيها الفتاة الدمية. لا، تنحيا عن الطريق. يا زاحف، ضع الدمى جانبا، نحتاجك. سأوافقكما حالا يا صديقاي. هيا أيتها الدمى. إنه لي الآن. جناح الدمى. قفزة القط الخارقة. أمسكت بك أيها المشخر. نعم، اجلسي هنا بسرور وارتياح. أنا قادم. انظروا إليه، إنه يبدو كديناصور مترنح. ديناصور مشخر، سوف أسميه الديناصور المشخر. عجبا، لونا بارعة جدا بتحريكه. اسمع، علينا الحصول على المغناطيس دون إيقاظ كاميرون. حسنا، ما كان ليقع في هذا المأزق لولا لعبك بالدمى. أنت معنا؟ أجل بالطبع. آسف. اتفقنا، مستعدان للبطولة؟ رياح الدمى. ماذا؟ ابتعدي عني، مغناطيس لونا. أعيدوه لي. والآن كاميرون، سنعيدك إلى الفراش. لكن كيف يعمل هذا الشيء؟ زاحف، ماذا تفعل؟ أعيد كاميرون إلى منزله آميناً. أنا سألعب. هاي. هيا من هنا. أوبس، آسف، من هنا. أفلتني. أجل، زاحف، كفاك لعباً. لا، هذا أمر جيد. بهذا سأنقذ كاميرون والدمى أيضاً. لا أستطيع التشمس مطولاً. Thank you.
الليل. هي. أها. إنه أصغر المقنعين. لا يمكنك أخذ حافلة المدرسة. كيف سيعود الجميع إلى منازلهم؟ لا يهمني. أنتم أيها المقنعون الصغار تمسكون بي دائماً باستخدام مركباتكم المريعة. أصبح لدي مركبة خاصة، وستكون أسرع وأقوى وأروع مركبة على الإطلاق. لن تكون قوية كقوة مركبة الزاحف. إنها أفضل بكثير من تلك المركبة الخضراء اللزجة التي تنتقل بها. مستحيل. أيمكنها الالتصاق بالجدار هكذا؟ ربما لا، لكن الالتصاق بالجدار ليس رائعاً جداً، ليس إن أصابتها القذائف اللاصقة. أيها النينجا المزعج! محاربي النينجا، أنا وحدي أضحك الضحكة الشريرة. أترى أيها الزاحف، لا يمكنك أنت ومركبتك الرديئة إيقافي. أيها الزاحف، أنت بخير؟ لماذا ذهبت وحدك هكذا؟ لا يمكنني الاعتناء بك إن وقعت في ورطة. لا أحتاج إلى الحماية، أنا قوي وكبير كفاية. عضلات الزاحف الخارقة! زاحف انتظر! أمسكتك. أتها لم أعتقد أنه يريد أن يمرح معك. أجل، لمن سيلعب معك إن كان يخطط لشيء؟ يلعب؟ انظري إلى هذه الفوضى، إنها كارثة. أنت من تسبب بمعظمها. لا، هيا الآن اذهب. أيها الفتى القط، إنه خائف، لا يمكنك طرده. علينا هذا، وجوده هنا يعني أن نينجا الليل سيفعل شيئاً. علينا أن نبحث عنه. إلى طائرة البومة. لنجد نينجا الليل، النظرة الثاقبة. لا أرى شيئاً، وماذا عنك أنت؟ لا، لا أرى شيئاً أيضاً. أنت! لقد جاء معنا! لا يفترض أن تكون هنا! متأكدة أنه يريد أن نساعده! لا! إن أردت الحفاظ على سلامتنا، يجب أن نخرجه من هنا! حسناً، لا يمكننا فعل شيء لنهبط، ويجب أن يمسكه أحد! زاحف، أمسكه حتى نهبط! سآخذه لأحرص على ألا يتسبب بمشكلة. لا، أعطني إياه زاحف. أمسكت بك. سعيد، تسبب باصطدامنا. أيها الفتى القط، أنت السبب بتعرضنا للاصطدام. هناك. بريق ميكروفون الذهبي يدفع تفيل الغناء. لا 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 لا. يا للهول، الفتاة لونا أخذت الميكروفون الذهبي لتقيم حفلتها الخاصة، والعزف ترافقها في الغناء. سوف أستعيده الآن. إن قام أحدكما بشيء مذهل لمساعدتي، سأحسم أمر التذكرة الإضافية. سوف أرافقك، هذا ما يفعله الأصدقاء المقربون. ماذا؟ تخفي الزاحف الخارق. هذا يشبه الزاحف المخبول.
الست الخارقة. التخفي خطة جيدة، لكن علينا دخول مركبة الزاحف لتنجح. أين هي؟ هنا. سأحضر كمية أخرى من البيض الفاسد خلال وقت قصير أيها الحمقى. لا أدري لمتى سأتحمل رائحة الكريهة. روميو لا يشمها لأنه يجلس داخل مختبره. ولو كنا داخل مركبة الزاحف. هيا زاحف، قدنا إليها. لكن لسنا بحاجتها لأننا زاحف، ما الذي تفعله؟ البيض الفاسد أصبح جاهزاً. خطرت لي فكرة. ماذا؟ كيف لهذا أن يوقف البيض الفاسد؟ هكذا. لا تقلقا، سأبعد الرائحة بواسطة عضلات الزاحف الخارقة. هدف ممتاز، انطلاق. هذا مقرف. أعلم، وضعي سيء. عليك الاغتسال بخرطوم المياه الذي في المركبة. لما لا تخبرنا أين هي؟ أنت لم تضيعها، أليس كذلك؟ لا، أعرف مكانها، لكنني أعرف كيف سأوقف روميو. أيها الفتى القط، هل أنت بخير؟ أجل، كما قلت، هذا سهل. لما لا تستخدم سرعتك الخارقة لإلهائها وأنا أقوم بالطيران لأخذ المنطاد؟ لا، سأتولى الأمر، طيران الرائع سينقذ الموقف بالتأكيد. مستحيل، هذا خطر جدا. لا عليك، سأفعلها، أنا بارع في الطيران. بوما، أيها القط، أمسألة الطيران مهمة؟ ليس الآن أيها الزاحف. انتظر. حسنا، استمرا بالجدال وسوف أحضر المنطاد. لا أعتقد أن عليك أن تطير بوما، فأنا بارع بالطيران، صحيح؟ هاي ذهب، سأطير إليه. هيا انتظر. لا عليك زاحف، سأتولى الأمر. ماذا؟ عاد القط مجددا لألقنه درسا آخر في الطيران. ها؟ ماذا يحدث؟ أيها الفتى القط. هل تجعله لونا يفعل ذلك؟ لنرى، النظرة ثاقبة. أجل، إنها تفعل بمغناطيسها. مهلاً، عرفت أن الدراجة تبدو مألوفة، إنه لوح لونا على هيئة دراجة. أنت تركت لكونر تلك الدراجة لوجود للعمة سينثيا، صحيح؟ أنت تتحكمين به طوال الوقت. لا، لم أفعل. فعل ذلك مجدداً. حسناً، لقد اكتشفتما الأمر أخيراً، لكن فات الأوان، لن تأخذا منطادي، ستكونان مشغولين بإنقاذ القط. أرأيتما كيف خدعت ذلك القط؟ هذا مضحك جداً. هيا يجب أن ننقذ الفتى القط. من قال إن القطط لا تستطيع الطيران؟ أنا مشغولة. حين يتمكنان من الإمساك به سأكون قد رحلت أنا ومنطادي. هيا بنا عثاث. إنها قليلة الصبر. هيا بنا لننطلق. إذا تتبعناها سنجد القطار. هيا بنا. أكان ذلك مختبر روميو؟ بدا كذلك يا زاحف، لكنه كان يتحرك عشوائياً. أنتما انسيا أمره، كونه في مختبره يعني أنه لا يقود القطار، وعلينا أن نعرف من يقوده. هيا بنا. اتفقنا. أهلاً. اختفت الآثار. كيف سنجد القطار الآن؟ النظرة الثاقبة. أرى شيئاً في الأفق البعيد، شيئاً سريعاً. ها هو القطار. أرأيتما؟ أخبرتكما أنه سريع. لنرى الآن من يقوده.
مرحبا أيها المقنعون الصغار. لكننا رأيناك تقود مختبرك. لم أكن أنا، لا أحد يقود مختبري. لقد أصابه تماس كهربائي وانطلق من تلقاء نفسه. من الجيد أن لدي هذا القطار فائق السرعة لإيقافه. من أين لك بهذه السكك الحديدية؟ المسألة بسيطة، الفضل يعود لاختراعي صانع السكك، إنه يصنع السكك في كل مكان. لمستك. العب ألعاب نهارية سعيدة مع المقنعين الصغار المزعجين. اليوم مجرد اختبار، حالما يمتلئ الخزان سأطلق السحب في آن واحد وسينتهي الصيف. سينتهي. سينتهي الصيف، سيكون هذا مريعا. شتت انتباه الفتاة لونا، ثم سأنتشل المغناطيس وأعكسه لجذب كافة السحب للداخل. أوه حقا، تظنك قادرا على سرقة مغناطيس لونا أيها القط؟ حسنا، انظر ما لدي من أجلك. كيف للسحب أن توقفني؟ أعرف كم تكره القطط الماء، لذا هذه سحب مطرية. قوة لونا، أرسل السحب إلى الفتى القط. اطمئن، سنلتزم بالخطة، أستطيع تولي الأمر. حسنا أيها القط، كن قويا. أعجز عن تولي الأمر. أيتها السحب، أمطري على الفتى القط أينما ذهب. لم يصل روميو بعد. زاحف، تسلق إلى أعلى، وعندما أربط قدمي اقفز بسرعة وأطح بالروبوت. حسناً أيها الفتى القط، قبضة السحلية، تمويه الزواحف. أيتها البومة، استعملي نظرك لتحذيرنا عند اقترابه، هذا مهم. لا تقلق أبداً، دعه لي. جناحي الخارقان. حسناً، سأنتظر إشارتك. بحث فلاسي فلاش في المدينة، ذلك الشرير لا يمكنه أن يضاهيها بفنونها القتالية الرائعة. الركلة القاضية. نجحت، رائع. لا، لم أره كان يفترض بي أن أحذرهما. روبوت، روبوت. يا للعجب. الروبوت الضخم من إيقاف القط الصغير المسكين. والآن قيدهما. حركة فلاش ستنقذكما. لكنها ليست حركة أبطال حقيقية، إنها خيالية. فلاسي فلاش، اركلي ودمري. يا له من استعراض أيتها البومة، حان الوقت لوضعك في سلة إعادة التدوير. روبوت، لا اتركني. لا، لا، حركة فلاش فاشلة. المعرض العلمي وراء الجدار، لن نسمح له باختراقه. إنهم المقنعون الصغار، شاهدوني وأنا أحصل على حقيبة نفاثة. الحقيبة نفاثة؟ لما تريدها؟ أتعتقد أنني سأمشي في المكان بينما أحكم العالم؟ مستحيل، بل سأحلق في الأرجاء. كما أنني سأنفث الروائح الكريهة عبر مداخن البيوت كلها باستعمال جهاز نفث الروائح.
سينشغل الجميع في محاولة إزالة الروائح الكريهة، ولن يتمكن أحد من منعي من الاستيلاء على العالم. ستكون هذه كارثة. يا صديقي، علينا أن نوقف قفازي الملاكمة. قفزة القط الخارقة. وأنا سأحجب الرؤية عن روميو. أنت ماذا تفعلين؟ ستعرف فوراً روميو. ماذا؟ والآن سأقضي عليك بلمسة بسيطة لإعادة تصميمك. عضلات الزاحف الخارقة. مرحى. زاحف احذر. بدأ ينزلق. قبضة السحلية الخارقة. رائع، انظراه. يمكن تحويل هذه القطعة التي من الجرافة إلى عصا قفز رائعة. إنها عصا قفز كبيرة. سأصلح جرافتي وأريكم أيها المقنعون الصغار. ردائي عالق. إنه سريع، لكن يمكنني أن أكون سريعاً أيضاً على عصا القفز. اصبري أيتها البومة، فأنا قادم لإنقاذك. ها؟ أيها القط، ماذا تفعل؟ أنا من يقفز كالقط أيها الزاحف، سأكون أفضل منك. ماذا؟ لكنني أستعملها. ها نحن ذا، الفتى القط قادم لإنقاذ. لا، علي الخروج من هذا المكان. أرأيتما؟ كمين ممتاز. عندما يأتي محاربو نينجا سأحتجزهم. ربما يفلح ذلك. بالطبع سيفلح بسبب قوتي الخارقة. راقباني. متأكد لا تحتاج المساعدة؟ أنا بخير. تتمحور الخطة حول قوتي الخارقة، أما أنتما فتراجعا. قشة. ليس سيئاً. سوف تتدربون معي عما قريب. يا جلال. لا يستطيع محاربوك هزيمتي في تحدي القوة. مت بغيظك. محاربي نينجا، أمسكوا بذلك الزاحف وأروه حركاتكم الخارقة. لا 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 نعم، هذه هي القوة الخارقة. أوه، المقنعون الصغار مرهقون. اقفزوا يا محاربي نينجا. سوف نساعدك. لا، أنا بخير، أنا خارق القوة. روميو؟ أو آسف، هل أشفلتكم بهذا الزاحف المجنح الآلي؟ كرة الزغب. أنا الأفضل. من غيري يستطيع سرقة نموذج ديناصور ضخم وجعله يطير؟ ما كان عليك فعل ذلك روميو. هيا لنعيد. هذا محال. أولاً سأخيف الناس بهذا الديناصور، ثم سأستخدم بقية الديناصورات لإخافة الجميع في كل مكان حتى أسيطر على العالم أجمع. سنمنعك روميو. أحقا؟ حاولوا منع هذا. لقد أفزعنا القط الصغير. لنحلق الآن في السماء. حلق حلق. لدينا قط آخر لإفزاعه. سيكون ذلك تمريناً جيداً لمواجهة التالية مع أولئك المقنعين. اقترب أيها القط الصغير. ابتعد أيها القط، أنت تحجب الرؤية. لا أحب القطط. قطط؟
لنباغت روميو قبل إصلاحه لزاحف المجنح. أولاً عليك أن تعتذر لي عما حدث في المتحف. لقد اعتذرت أيتها البومة، كانت مجرد مزحة. لا بأس، أمسك به وحدي. انتظري. لنقفز قبل إقلاعه. مستعد؟ ثلاثة. أيها الفتى القط، أعجز عن رؤيتك. لم أدس عليك، صح؟ حتى إنني أصبحت غير مرئي. أهلاً، وجدتها. لن أستاء من صغر حجمي، بل سأستغل ذلك. طالما نتعاون معاً، حان وقت البطولة. لا 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 بأس بهذه الرقصة، لكنها ليست مسلية كتلك التي مع القط الصغير. مهلاً، ربما بوسعي تصغير حجمكم. كف عن ذلك. حتى إنك لا تعرف أي زر تضغط. أنت لا تجيد توجيه خرطوم صغير. بلى يمكنني. كلا لا يمكنك. بلى. انتهى وقتكما. ناولان الخرطوم فوراً. صغر ذلك الطائر المغطى بالريش. وأمسكوا بالسحلية يا محاربي نينجا. النجدة. استعدوا لتصغير حجمكم أيها المقنعون. النظرة الثاقبة. ماذا تفعل؟ شيء يدغدغني. مرحى، عدت كبير الحجم. عضلات الزاحف الخارقة. أجل. محاربي نينجا، أحضروا الجهاز. إذن ابحثا عن كرة بيضاء كبيرة تشفط الألعاب، قد تكون في أي مكان. تتجه نحو المتنزه. العجب، ما الذي تفعلينه أيتها الفتاة لونا؟ المقنعون الصغار تعرفوا إلى كرة القدم خاصتي. ستشفط كل لعبة نهارية ممتعة كي أحتفظ بها كلها لنفسي ليلى. ليس أن تمكننا من إيقافك. إيقافي؟ ها، إن كرة القمر لا تشفط الأشياء الممتعة وحسب، بل بوسعها شفط المزعجين أيضا. الزاحف. Oh!